معكم رضوان أسرموه باش يتعرفوا عليه بطبيعة الحال الجاليين المغربيين المقيمين في أوروبا وفي العالم كله. كوميدي، بديت في برنامج كوميديا، الناس اللي أغلبية ما كيعرفوش هذه المعلومة، كنت في كوميديا في 2010 في الدومي فينال مع ياسين وعبد القادر الله يرحمه، مع صويلح، مع بزاف ديال الدراري. من بعد منين خرجنا من كوميديا جات ديك المرحلة ديال كل غيقلب على راسه، حيت هذا هو المشكل اللي عندنا في البرامج ديالنا المغربية ديال المواهب، من بعد كيخليك منك لراسك، يعني تقلب على راسك. تما فين جات الفكرة ديال برنامج سكيزوفرين، يكون برنامج ساخر، برنامج يكون فيه ليمور نوار، نضحكوا في نفس الوقت نناقشوا مواضيع يعني اجتماعية. من بعد شوية مع المشاكل ديال الناس وداك الشيء بدا كينقص الضحك واحد شوية عندي، حيت ملي كيكونوا المشاكل كيصعب عليك الضحك شي حوايج، شي واحد مريض، شي واحد عنده شي جرو عليه، فهمتي، صعيب دير فيها السخرية. كان التوجه ديالي ديفيا واحد شوية الفيديوهات بزاف في الانترنت. مي في 2017 قررت أني نرجع للدومين، في نفس الوقت نحافظ على السخرية ديالي، نحافظ على الاسم سكيزوفرين. وتما فين جات الفكرة ديال أنا وأنوار خليل باش نديرو مجموعة اللي هي مجموعة بومبا كوميك، واللي أنا حاليا مدير فني فيها. صعيب بزاف، مي الحمد لله كاين واحد الحاجة سميتها اليوتيوب. اليوتيوب هو واحد المنصة اللي كيخليك يعني انت دير اللي بغيتي، والناس الا بغاو كيجيو عندك، ماشي بحال التلفازه كتفرض علينا بعض المرات شي برامج اللي تقدر ما انت ماشي انتريسي بها. كانت صعوبات بزاف باش انك توصل لاكبر عدد ديال الجماهير، لي فان، الباج كبر، سيرتو انا حيت انا كانوا عندي شي مشاكل اللي كنظن لو انهم جاوا الانسان اخر كان غادي يحبس. الحمد لله الطموح ديالي كبير وكبير بزاف، مشات لي لاشين دو فوا اللي توصل تقريبا شي 3100 فان، لاباج مشات ليا وفيها 1,136,000 فان يلا مؤخرا، وبديت من جديد. وكله شنو كيقول، مي انا كنقول واحد الحاجه بان يعني داك لي باج انا درتهم ماشي هما اللي داروني، البوبليك اللي دارني، مي لي باج ممكن نعاودو نديروهم ونعاودو نديروهم، والاسم الحمد لله غادي كيتقرب. كما قلت لك الفيسبوك واليوتيوب هو الوسيله اللي عندنا حنا كشباب، من غير التلفازه نقدروا نديروا فيها شي حاجه ديالنا. الا سنيتي التلفازه خاصك كود بيستون، خاصك معارف، خاصك حتى تفرقع عام مزيان غادي يعيطوا لك، ماشي حيتاش انت زوين ولا حيتاش البيبليك بغاك، يعني انت كوميرسيال بالنسبه لي. فكانت الاختيار ديال الفيسبوك واليوتيوب كما قلت لك كان يعني تلقائي، انا قلت نبدا في الفيسبوك نبدا في اليوتيوب، عجبهم الناس داكشي نكمل، ما عجبهمش غادي نوقف. غير هو كان دراسه للبرنامج، يعني انا نعطيك مثال، كاين بزاف ديال الناس داروا البث في الانترنت، داروها بطريقه اللي ما كانوش متوقعينها. مثلا واحد كيكون مريح كيدير فيديو كيصدق ليه، كيصدق كيسمي راسو على هذاك الفيديو، مثلا حنا مثلا هذا اللي قال زوين 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 ما كانش ناوي غيدير البوز، منين دار البوز دابا من بعد نبداو نشوفوا في حوايج اخرين. انا لا ما درتش بحال هكا، انا بديت في الاول درست البرنامج اللي بغيت شنو هو، شنو ممكن يحتاج الجمهور، واش البرنامج ممكن يكون عنده امد ولا لا، يعني واش عنده مده طويله ولا لا. عاد خرجنا درنا برنامج سكيزوفرين، دابا الموسم الرابع قال لي مازال ما درتوش، بغيت يكون شي الامكانيات وكنراجعو نديروه حتى في الاستوديو بحال رشيد شو، بحال سميتو بحال جوتيوب في مصر، ما كناش نديرو بحال الامور. المساله هذه كنقول يعني اي واحد كيعرف يدير شي حاجه، سواء كوميديا سواء اغنيه سواء طابلو سواء كيف ما بغى يكون الفن اللي كيعرف يعطي، كنقول الا ما كانش غيناقش به مواضيع زعما مهمه فما بلاش، يعني فهمتيني، انا كيجيني الفن هو وسيله باش نوصلوا رسائل وهموم الناس، نقدروا نناقشوهم بالضحك، نقدروا نناقشوهم بعض المرات بالتراجيديا، فيلم كيبكي ولكن راه كيناقش مواضيع اجتماعيه، فيلم مثلا نهضروا على الزين اللي فيك، فيلم الزين اللي فيك على حساب ما قالوا لنا هما بانهم كيناقشوا الواقع، ولكن هما ناقشوا الواقع في واحد الكوطي ديال الفراش وديال العرا وديال كذا، وما ناقشوش لينا منين جاي داك الفساد، شكون الناس اللي كيوقفوا عليه، واش السلطات ما في خبارهمش هادشي، فهمتي، بقاو داكشي سطحي. مزيان ناقشوا المواضيع او الهموم او المشاكل او الواقع ديال المجتمع، ولكن نعطيو الحقيقه. انا بالنسبه ليا ماشي غير السياسه اللي كندير السياسه، بعض المرات كندير الاجتماع، بعض المرات كندير شي حوايج كاينين غير في الشارع عندنا، بعض المرات كنهضر على السبيطارات، يعني الحاجه اللي كاينه في الساحه كنهضر عليها، وما كنمشيش مع الموجه بزاف، يعني ماشي اي حاجه غادي نهضروا عليها. مؤخرا رجعت للور، مابقيتش كنهضر بزاف حيت كلشي ولا كيهضر،
كل شيء ولا كي باغي يدير فيديوهات. انا ماشي ضد باش ندير فيديوهات، مي الا كنا غنهضروا بلا حلول بلاش، غير نبقاو نهضروا بلاش، خاص يكونوا حلول. وانا ضد مساله وحده هي ديال السبان وخساره الهضره في الفيديوهات، واخا يكون اللي كان ما خاصيش خسر الهضره، ما نسبش، حيت الناس اللي كيتفرجوا فيهم والدينا دابا، ولا الانترنت كيوصل للوالدين الناس الكبار، وفي نفس الوقت يكون اللي كان خاص نهضروا شي حاجه اللي في مصلحه البلاد. برنامج سكيزوفرين وزعزع. زعزع ما هو الا دوزيام فيرسيون ديال برنامج سكيزوفرين، غير هو انا داك زعزع خدام مع ايطابليسمون، خدام مع قناه كيفاش تي في مع الاخ والصديق الرمضاني. وهذا الكونسيبت ديالهم بحال بعث لهم داك الكونسيبت، يعني بطبيعه الحال انا خاصني نحترم لي نورم ديال ديك المؤسسه، شنو باغين مني بالضبط، شنو كذا، مي كيبقى البرانسيب ديالي انا نفس الستيل سكيزوفرين رضوان بالافكار ديالو. مي كنقول واحد الحاجه، الا خدمتي في شي ايتابليسمون خاصك تمشي في القواعد ديالو. مثلا جيت انا بلجيكا راه خاصني نتعامل مع القانون البلجيكي، مشيت لالمانيا القانون الالماني وهي غاديه. هذا هو برنامج زعزع. في التلفازة كان عندنا كوميدي شو في تيلي ماروك في هذا رمضان، دزنا بأربعة المسرحيات، دزت في الرباط في الأولى، دزت قبل كاع من برنامج سكيزوفرين، بقات غير الدوزيام الله يهديها علينا، حنا موجودين زعما قلبنا مفتوح اليوم. لا هذا العام هما اللي قدموا لينا، هما اللي بغاونا نكونوا معاهم، حنا دابا اون نيغوسياسيون إن شاء الله، ونتمنى تكون شي حاجة في رمضان الجاي إن شاء الله، في رمضان الجاي إن شاء الله. بصراحة احنا تفاجئنا نهار جينا هنا لبلجيكا، يعني شفنا الحضور الجماهيري الكبير، ما تصورناش بعدا يكون العدد ديال المغاربة هنا تبارك الله. قالوا لي في بريكسل أكثر من 800 ألف مغربي، ما حسيناش بأننا في الغربة. فرحنا بزاف بالحضور الجماهيري، فرحنا باستقبال، فرحنا بأنهم كيفاش جاوا معنا والضحك وداك الشيء. الحمد لله كان سبيكتاكل ناجح 100% بالنسبة لنا احنا، رغم الصعوبات ديال السفر وكذا وهذه، مي داك الشيء كامل ما كتحش به من بعد. كنتمنوا أنها ما تكونش فرصة أخيرة بطبيعة الحال، باقي نجيو إن شاء الله. هذه كان غير التعرف باش نتعرفوا على الناس ويكون كونتاكت، ومرة أخرى نرجعوا. فكلمة أخيرة للجالية المغربية، كنشكركم بزاف أنكم عطيتونا هذه الفرصة، وحنا بطبيعة الحال بدورنا نحاولوا نجيو مرات عديدة باش نتلاقاو بكم، سواء في بلجيكا سواء في الدول الأوروبية ولا في العالم كامل فيما كانوا المغاربة، حيت الحمد لله فين ما مشينا كنلقاو المغاربة حاكمين العالم كامل. شكرا للقناة ديالكم MRE24 على حسن الاستقبال والتغطية ديال هذا الحدث هذا، ومواكبة بطبيعة الحال دائما الشباب والفنانة باش تعاونهم وتوصل الأخبار ديالهم للجالية المغربية. فتحياتي لكم من عند خوكم سكيزوفرين، وكنقول لكم ميرسي بوكو، السلام عليكم.